بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الدروس المباركة، ونسأله سبحانه أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته في عليين، وينفعنا بما قال وسمعنا، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة جدا، أستأذنكم في عرض بعضها. نعم. أحسن الله إليكم، كثير من الأسئلة وردت تسأل عن حكم المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية وهي في الميقات أو أثناء الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي، ماذا تفعل في كل هذه الأحوال؟ وما الحكم إذا نسيت أن تقص من شعرها عند التحلل وقد جاءها زوجها قبل ذلك؟ هذا السؤال يشتمل على أسئلة كثيرة. أولا، إذا جاءها الحيض عند الميقات وهي تقصد العمرة أو الحج، هذه تحرم وهي حائض، لا بأس. الإحرام لا يشترط له الطهارة، تحرم وهي حائض. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت ونفست، أمرها أن تحرم مع الناس. الإحرام لا يشترط له الطهارة، لكنها إذا وصلت إلى مكة لا تطوف ولا تسعى حتى ينقطع عنها الدم، تغتسل ثم تطوف وتسعى. قوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا سؤال. السؤال الثاني، إذا حاضت وهي تطوف أحرمت طاهرة وجاءت وصلت إلى مكة وهي طاهر، ثم حدث عليها الحيض في الطواف، بطل طوافها، تخرج من المطاف، تخرج من المسجد الحرام، تذهب إلى سكنها وإلى محل إقامتها وتنتظر حتى ينقطع عنها الدم، ثم تغتسل وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها. السؤال الثالث، إذا طافت وهي طاهر ثم نزل عليها الدم بعد ما فرغت من الطواف، هذه لا حرج عليها، تسعى. السعي لا تشترط له الطهارة، تسعى وهي حائض، سعيها صحيح. إنما الطواف هو الذي لا يصلح مع الحيض، أما السعي فلا بأس إنها تسعى وتقصر من رأسها وتكمل عمرتها، ما في بأس. السؤال الرابع، امرأة طافت وسعت ونسيت أن تقصر وجاء معها زوجها، هذه باق عليها التقصير، يجب عليها أن تقصر، ما تكمل عمرتها إلا بالتقصير، والجماع الذي حصل يكون عليها فيه فدية، تفدي، تذبح فدية شاة في مكة وتوزعها على الفقراء، فقراء الحرم.